القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. برنامج القلوب الرحيمة يساهم في ترميم وبناء دور الأيتام وتقديم المساعدة المادية والعينية لإتمام العمليات الجراحية للمرضى المحتاجين داخل العراق وخارجه. نقدم السلات الغذائية للعوائل المتعففة ونتابع كل فقير ومحتاج. وهذه الأعمال الخيرية كلها تأتي بمساهمتكم أيها المحبون المؤمنون الأخيار. فساهموا مع قناة المجد الفضائية وبرنامج القلوب الرحيمة، فالحسنة بعشرة أمثالك والصدقة هي مرضاة الباري. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. القلوب الرحيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهد الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، طبعا تعرفون الأمراض اللي الآن منتشرة بالبلد، أمراض كثيرة وأمراض عديدة، وخاصة هذه الأمراض تنتشر بين العوائل الفقيرة، وتتفاقم هذه الأمراض بسبب عدم وجود مبالغ مالية لمراجعة أطباء أو شراء علاج. وكثيرا من الناس البسطاء، الناس الفقراء، طبعا راحوا ضحية إلى ضحية نقص المال، نقص المبالغ المالية، ما عنده يعني تتفاقم حالته الصحية ويتوفى بسبب العوز المالي، وكذلك عدم قدرتهم على شراء العلاج. فبجهود الناس الطيبة، الناس المؤمنة، دائما يسعون ويقدمون عمل الخير حتى يساعدوا الفقير ويساعدوا المريض، خاصة وخاصة في المحافظات الجنوبية تنتشر أمراض عديدة ومنها الأمراض السرطانية اللي انتشرت بصورة كبيرة في المحافظات الجنوبية نتيجة هذه الأمراض. يعني هناك دراسات بأن العراق خلال الثمانينات والتسعينات والحروب اللي كانت مع العراق هي مقذوفات من قبل أمريكا وغير أمريكا، قوات التحالف. هناك يعني مواد كيميائية سقطت بالمقذوفات فتلوثت الأرض، تلوثت البيئة، فانتشار كبير صار بهذه الأمراض السرطانية اللي البيئة تعبانة جداً. فاليوم طبعا جينا على حي في احد المحافظات الجنوبية، احياء كثيرة، جمعنا عدد كبير من هذه الامراض. طبعا الامراض السرطانية ما لها علاج، حتى في دول العالم، في الدول المتقدمة ما لها علاج. فخطية الناس طبعا ظلت تصارع الالم، تصارع الحياة بأبر مهدئة بسيطة، ان حصلوها ان كانت من متبرعين او من كانت من مستشفيات، تبقى فقط هذه الإبرة اللي ياخذوها، لكن اكو بهم بعض ياخذ جرعة كيميائية واكو بهم يحتاج الى جرعات اخرى، ما عنده مقدرة يبقى. فاليوم بفضل الناس الطيبة، الناس المؤمنة، حجيتنا الطيبة ام ميثم من دولة الكويت اللي دائما تسعى مع الحاجة ابو ميثم، الله يعطيه الصحة والعافية، ما يقصرون مع المرضى، مع المحتاجين، دائما يبعثون مبالغ للمرضى.
فالمريض ما حد بحاله غير اللي يحس بالمرض وغير اللي يشعر بالآلام طبعا، واللي يساعدنا مريض أو يساعدنا فقير راح الله سبحانه وتعالى يبعد عنه البلاء، يبعد عنه المرض، يبعد عنه، لأن يخليه ذخر للمحتاجين. فاليوم جمعنا عدد كبير من النساء، فراح نوزع لهم مبالغ مالية، اللي يشتري علاج واللي يروح يراجع طبيب واللي يضرب جرعة كيميائية واللي ما عنده أجور نقل يذهب إلى هاي مراكز الأورام. فعندنا قلنا حجيتنا أم ميثم، وعندنا أختنا الطيبة أم حسين البغلي من دولة الكويت، وأم عماد من بغداد البنوك، وأم هشام من مدينة كربلاء. طبعا هؤلاء جمعنا المبلغ مالتهم، وإن كانت فيها بسيطة طبعا مع مبلغ أم ميثم، راح نوزع على عدد كبير من النساء المتواجدات معي، يعني عددهم من 65. فراح اليوم نعطيهم المبالغ المالية، وراح نسمع أيضا الويلات يمرون بها. فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيمة، لكن بعد هذا الفاصل. القلوب الرحيمة، برنامج إنساني خيري، يأتيكم عبر شاشة قناة المهدي الفضائية. يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة قدر الإمكان إلى مستحقيها من الأيتام والفقراء والمرضى والمحتاجين، بغية مرضاة الله سبحانه وإسعاد الآخرين من الذين هم بحاجة ماسة إلى موقف ومبادرة. فكونوا تلك القلوب التي تنبض رحمة وإنسانية، وساهموا معنا في إسعاد الناس، فكل سعي سيجزي الله سعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هبا. القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل وراح نسمع بعض الويلات والآلام اللي يمرون بها. حجية السلام عليكم. شلونك؟ ان شاء الله بخير. شلونك يا ام احمد؟ شلونك يا ام احمد؟ ان شاء الله زينه. والله على الله، ان شاء الله بوجودكم ما تقصرون. ربي يعطيك الصحه والعافيه. ايش خيرك ام احمد؟ والله غده سامه، تعبت سنوني، عيوني، جسمي كله تعب. ليش ما تسوين هاي الغده؟ والله يتيمه وما عندي امكانيه مثلا. اي والله، وجيت عليكم على الله. ان شاء الله يا ام احمد الناس الطيبه ما يقصرون. زين، هاي الغده سويت لها عمليه وتردين تحتاجين الى عمليه؟ ما عندي امكانيه استاذ. ما عندك؟ اي والله تعبت. حتى ايش قد تكلف اجور العمليه؟ والله ذيك المره طلبوا علي 5 ملايين. اي والله، وانا ما عندي امكانيه، وهذا على الوجع كاتني حتى تعبت فقرات. اي والله. اعزائي المشاهدين، اختكم الطيبه الحجيه ام احمد عندها غده سامه، تقول اثرت على عيوني وعلى فقراتي وعلى سنوني، تقول ما اقدر حتى امشي. وتعرفون الالم طبعا من يصيب صاحبه لا يشعر الا من به الالم، فمساعدتكم لها وتقول العمليه 5. ايش دعوه 5؟ هواي هذا الطبيب بغداد تاسسوا بالحارثيه. اي والله. فهذا الاعزائي المشاهدين، اللي يحب يساعد ابو احمد يتصل علينا ان شاء الله، واحنا نكون بخدمه ام احمد والناس الطيبه طبعا. شو القليل اللي يعمل عمل خير بهذا الوقت؟ والله يطول العمر ويحفظه ويخلي الشعب العراقي ستره بجاه امير المؤمنين. سريع يا حجي، رحم الله والديك. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. أعزائي المشاهدين، طبعا كثير هم حالات احنا مجمعينهم اليوم، جمعنا حالات نادرة حتى نقدر نساعدهم، نقدر نعطيهم مبالغ مالية. الآن مع الحجية الطيبة حجيتنا. السلام عليكم حجية. عليكم السلام يما ورحمة الله. إن شاء الله بخير. إن شاء الله بخير. أمّن؟ أم فاطمة. أم فاطمة. أي. أم فاطمة كم ولد عندي؟ كم بنية؟ ما عندي ولد، عندي بس بنات. الله يخليهم. كم بنية؟ 5. 5. أي. أو قاعدة. أم فاطمة شنو ظروفك أنت؟ احكي لي. ظروفي كل شيء ما عندي، وقاعدة عندي ولد عمي. عندي ابن عمي. ابن عمي ايش يعني؟ مطيش بيت، مطيش غرفه؟ لا لا، حال الجمعيه. وياهم تقعد؟ ابن حلال هذا والله، ويستاهل. يستاهل كل الخير. اي والله يستاهل. اخيرا تمرضت ام احمد، شنو اللي صار وياك؟ تمرضت وبعد مرض مالك شنو؟ مرض سرطاني.
ان شاء الله مشافات يا حجيه يا طيبه. شو تشوفين معاناتك وانت بس بنات عندك وقاعده عند الناس، شو تحسين يعني؟ والله احس انا لا بس رحمه الله الواسعه اي ونعمه بالله. فليسات، مصرف، علاج هيك اي ما عاد رحت للطبيب؟ رحت اراجع اي اراجع. اهل الخير يساعدونك؟ يساعدوني اي يساعدوني يعني شيء قليل اي شيء بسيط. زين انت تشوفين هاي العلاج مال الامراض السرطانيه غالي وخاصه الجرعه الكيميائيه والطبيب ما يرحم، يعني احنا مع الاسف يعني نقول الطب تجاري وجشعين. شلون ام فاطمه تتعامل مع الجشع مع الطبيب؟ بعد انا اجمعهن اي ياخذونهن منك ياخذونهن مني اي. الطبيب ما يشعر اكو انسان فقير يتيم ما عنده ما يعرف هاي؟ لا 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 ما يعرف هاي السالفه اي والله. تتمنين اهل الخير يوقفون وياك ويساعدوك؟ ان شاء الله اي والله اتمنى. شو تقولي لي اللي يعمل عامل خير واللي يوقف وياك؟ والله ايش اقول له بعد مجازاته عند رب العالمين يعني ايش اقول لك بعد؟ انت سامعه اللي يعمل عمل خير؟ اي ها؟ اي والله. راح الله شلون يوقف له؟ شلون الله يرزقه؟ مو صحيح؟ صحيح. يدفع عنا البلاء، يدفع عنا المرض عنا وعن عائلته. ان شاء الله. اي والله اليوم دعواتك لميثم والناس الطيبه اللي ما يقصرون دائما يذكرون والله خاصه الحج ابو ميثم طبعا ان شاء الله حلقات جايه من ابو ميثم الرجال يجمعهن وقال للمرضى اريد تحيه من عندش لابو ميثم اشكر جزيل الشكر والله يحفظه ان حلقاته بعد ما جاي بس اللي يعمل عمل خير طبعا هسه كثير يشاهدونا حتى اللي شاهدنا من الشاشه يقول رحم الله والدي هذا الله يرزقه الله يوفقه مو الله يرزقه رحم الله والدي رحم الله والدي يحفظه. القلوب الرحيمه نجبر القلوب المنكسره. السلام عليكم اختي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله والدي صحه وسلامه قلبك. امن زهره. أم زهرة؟ لا زهرة ما من زوجها. ها زهرة شلونك يا زهرة إن شاء الله طيبة؟ قول قلبك الله يخليك. إيش قد صار لك مريضة بهذا المرض اللعين؟ صار لي 3 سنين. 3 سنوات إي. شنو معاناتك؟ إيش تشعرين وأنت بهذا المرض يعني؟ تعبانة. تعبانة؟ إي والله. تشوفين المرض ينهش بالجسم هذا؟ إيش تعبانة؟ إحنا ما جايين بيتشيج، جاي تشرحين واقع حال. أكو ناس ما يدرون، شايف هذول اللي يسوون مفطح؟ اللي يقصص بسيف ويوكل القاعدين هذا لو يشعر بالإنسانية وعنده رحمة وعنده شفقة على الفقير ما يصير بينه هيك. أو كل الناس تدفع أخماس مو تدفع الواجب الشرعي اللي عليه. أكو قانون شرعي الله سبحانه وتعالى قانون الخميس والصدقة للمريض للمحتاج صحيح مو صح؟ لو يدفعونه كله ما يبقى عندنا ولا فقير. بس ما حد يشعر بالفقير وما حد يشعر بال. انا صار لي اسبوع من ما اخذت الجرعه. جرعه كيميائيه؟ اي كيميائيه بالبصره، جرعه كيميائيه وبالوجي. والله هسه من اللي جاي قوه وصلتكم. زين انت عندك مصاريف فلوس تراجعين؟ ما عندي. تفكرين يعني تجمعين مال من الناس؟ يعني يجوز بعض الاحيان تقول لي فلان اعطيني اريد اروح للطبيب. اي بعد تصير ممكن ناكل واحد يقول لي ثاني تطيها ما حد يطي. ما حد يطي. ليش؟ بس عندي مفراز جاي من المحتارة بي. جد فلوس المفراز؟ 230. 230؟ اي والله. فلوس المفراز علينا من العم ابو ميثم الله يعطيه الصحة والعافية. ان شاء الله بالحلقة القادمة راح نعطيك 250,000 هاي للمفراز من الحجة ابو ميثم ان شاء الله من الحلقة اللي راح تجي. فام ميثم اليوم هم زوجة الحجي الانسانة الطيبة وبوجودها طبعا شوف شيء يجيب شيء. ففلوس المفراس من ابو ميثم واصله من هسه مقدمه. شو تقولي للحاج ابو ميثم؟ شو اقول له؟ يستر الحسين ان شاء الله ويحفظه ويرزقه ان شاء الله ويفرق في شر بنادم ان شاء الله. استريح يا حاج استريح. اعزائي المشاهدين طبعا معاناتها كبيره وتبكي تفكر بالمفراس رايدين منها مفراس اللي هو سعره 200 دولار وما يعني ما موجود. فان شاء الله بالحلقه القادمه وقريبا احنا راح نعطيها المبلغ من مبلغ الحاج ابو ميثم الله يحفظه. ودعواتكم للحج ابو ميثم وميثم حتى اللي شاهدنا من الشاشه ترى هم هذول اللي كفلاء بالفقراء خلوه ودائما هم الناس اللي راعين برنامج القلوب الرحيمه بالمناسبات ما يقصرون معكم. دعواتكم لهم الله يدفع عنهم البلاء ويعطيهم الرزق والخير ويحفظ اولادهم ولا ننسى اخونا منصور اللي متكفل بهاي الشغله ويوصل المبلغ.
ان شاء الله ما تنسونهم بالصلاه، دائما متروحون الكربلاء والنجف يعني يم الامام، اذكروهم، اذكروا هاي الناس اللي توقف وياكم واللي يساعدكم، مسوين جميل طبعا على الناس هاي الفقره، ولو هو يعني الله سبحانه وتعالى هو ابو ميثم مطي خير وبركه، لكن يعرف وين يودي، يعرف شلون يتصرف، يعني الله يوم ما مبارك برزقه ما يودي، بس الله سبحانه وتعالى رازقه ومطي هذا المبلغ ومتكفل بالفقراء ان شاء الله والمحتاجين. اعزائي المشاهدين فاصل ثم نتواصل وبرنامج القلوب الرحيم. القلوب الرحيمة برنامج إنساني خيري يأتيكم عبر شاشة قناة المهدي الفضائية. يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة قدر الإمكان إلى مستحقيها من الأيتام والفقراء والمرضى والمحتاجين، بغية مرضاة الله سبحانه وإسعاد الآخرين من الذين هم بحاجة ماسة إلى موقف ومبادرة. فكونوا تلك القلوب التي تنبض رحمة وإنسانية، وساهموا معنا في إسعاد الناس، فكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هبا. القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين عندنا بعد هذا الفاصل ونتواصل وبرنامج القلوب الرحيمة. ما أجمل عمل الخير وما أجمل الناس الطيبة اللي توقف مع الفقير وتقدم له العون ومساعدة. إيش قد دعوات تدفع البلاء عن الإنسان. طبعا الإنسان يمر بعض الأحيان بلاوي، يعني حادث سيارة أو يسقط في جسم غريب من السطوح، لكن بنفس اللحظة من منطيلة الفقير مساعد لفقير معالج، الله يدفع عنه. وكثير طبعا من الناس اللي يساعد فقير واللي ينطل المحتاج الله يدفع عنه، يدفع عنه الوباء والداء والحوادث. فدعواتكم لكل من يعمل عمل خير الله يبعد عنه هذه البلاء. حجيت السلام عليكم. عليكم كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. محسين. ام حسين والنعم. ام حسين كم ولد عندي؟ كم بنت؟ عندي 2 بنات و2 ولد. الله يخليهم. ايش قد عمرك؟ انا 45. 45 عام. ايه. شو وقت صبت بهذا المرض الكانسر؟ والله ما ادري، صار لي 4 سنين ونص. انا 4 سنين. ايه. طبعا 4 سنين انت معاناه والم. اي والله شو اسوي؟ ما عدي وهم حالتي تعبانه، وعدي قدامي بلعوم وسامه ما شايلينهم، قالوا لي شيلونها ليش يعني وهالبطل. ما عندك فلوس؟ والله ما عدي. اي والله هظليت. ايش تتمنين من الناس الطيبه يا ام حسين؟ بعد هي مروتها والدعاء من عندها، بعد هاي كل مريض يعني احمى الله والديهم، والله يرزقهم ويعطيهم الستر والعافيه يعني. ان شاء الله. ما اريد ان تعبك يا ام حسين. تطلبين من الناس الطيبه يكونوا وياك؟ لا مروتهم بعد كل ما مرتب على اهل المروه والشهم ان شاء الله ما يقصرون يا ام. والله بعد كل ما مريض بعد انا مريض. ان شاء الله خير. استريحي، ما اريد ان تعبي، استريحي. اعزائي المشاهدين ام حسين ايضا محتاجة مساعدتكم ووقفتهم. طبعا الكل هم محتاجين، لكن احنا خلنا نماذج وراح نكتفي بعد بحالة واحدة ان شاء الله. الكل بحاجة ماسة الى دعمكم المتواصل وياهم، مساعدونهم، توقفون وياهم، لان الناس كلها تعبانة، ناس بحاجة الى مبالغ مالية يشترون علاج، وايضا بحاجة الى مصرف للغذاء والدواء. أعزائي المشاهدين إن شاء الله فاصل ثم نتواصل وبرنامج القلوب الرحيم. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. أعزائي المشاهدين عندنا بعد هذا الفاصل ونتواصل، والحجية أبو هشام. السلام عليكم حجية. عليكم السلام. إن شاء الله بخير. الحمد لله. خيرك يا أبو هشام؟ شو القوة تحكيين؟ الرئة تعبانة. الرئة تعبانة. اي والله انصبت بالكورونا، ما عندي فلوس اراجع الدكاترة. طبعا وباء الكورونا اللي عين تتذكرين؟ اي اتذكر. خلت الناس كلها تخاف، حتى اللي عنده فلوس. أه؟ لا والله احنا انا صاحبة ايتام وقاعدة عند ابني بيتكسر بالدم. ها خطية مريضة. اي ما بيض كلش الكبد ماله، هسه يراجع يعطيك العافية. ام هشام هسه نرجع احنا موضوع الكورونا.
الكورونا من نجت والعالم كل اللي عنده فلوس قام يخاف، الفقير قام يخاف، شافوا شلون يدفنونهم اول مره، شلون يسوون له قبر محترم وبحفار، فالناس خافت. شو بقوا اسبوع رجعوا كما كانوا، ها يعني وباقين فد سنة يكون على هالخوف هذا، ها؟ ما صار هاي الحالة. كان توجه من سلامة. أنت الرئة ما تجقتي تعبت بهذا السبب. بهذا السبب ما مال حولون البصل ما عد فلوس أروح بيها. كنت مثل 500 شيء قالوا عد بعد صغار أنا يتامى وما أقدر. إن شاء الله خير وبركة. إحنا راح نوقف وياك إن شاء الله ونعطيك إن شاء الله مبلغ من أميثم اليوم واللي وياها. ويخليهم ويطول اعمارهم ان شاء الله بجاههم والبنين ويخلي كل من عدى امره بعد حجيه ام حسين استري على بيت. القلوب الرحيمه نجبر القلوب المنكسره. اعزائي المشاهدين، راح نوزع المبالغ الماليه على الأخوات المريضات اليوم اللي جمعناهم من الأحياء الفقيرة، وإن شاء الله ختم علي راح توزع هذه المبالغ إن شاء الله، ودعواتهم إلى كل من يعمل عمل خير ويساعد فقير إن شاء الله بالخير والصحة والتوفيق إن شاء الله. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة، والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام، ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج، بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. أعزائي المشاهدين، شاهدوا عملية توزيع المبالغ المالية على العوائل المتواجدة معنا في هذا الجامع المبارك اللي هو جامع الإيمان، اللي فتح أبوابه لاستقبال هذه العوائل، واللي أيضا نقلناهم في باصات نقل صغيرة جبناهم لهذا الجامع كون الجامع مبرد، وأيضا دعواتهم تحت هذا القبة أو المنارة المباركة للناس الطيبة اللي دائما يسعون ويقدمون عمل الخير إلى برنامج القلوب الرحيمة. تحية إجلال وكبار إلى الحاجة الطيبة أم ميثم من دولة الكويت، الله يحفظها والله يحفظ عيالها ويحفظ لها الحجي أبو ميثم، اللي أيضا إن شاء الله قريبا طبعا راح تكون حلقتين برعايته للمرضى والمحتاجين إن شاء الله. دعواتكم لهم بالخير والصحة والتوفيق لهم ولعائلتهم الكريمة، وكذلك شكرنا وتقديرنا لأختنا الطيبة أم حسين البغلي، الله يحفظها ويحفظ أولادها إن شاء الله ويحفظ أخونا أحمد، وكذلك عندكم الحجية الطيبة أم عماد من مدينة بغداد من حي البنوك، ادعوا لها لأم عماد من البنوك خطية حتى تعبوا بالتحويل وارسلت إن شاء الله، الله يعطيها الصحة والعافية. ودائما لحجيتكم الطيبة من مدينة الحسين أم هشام من مدينة كربلاء المقدسة، وأيضا طبعا دعاكم للحجية أم حنان من دولة الكويت. طبعا أم حنان بعثت لنا مبلغ بيد قرايبها من البصرة، المبلغ وصل لنا كلش بسيط، خليناه معها ايضا مبالغ لان الاخ وزعها بالبصره، اخو عنده مرضى ما ادري شنو، اخذ موافقه الحجيه وانطت المبلغ، فايضا حسب على برنامج القلوب الرحيمه. وايضا انطينا كم عائله ما قدروا يوصلون الى هذا المكان طريحين الفراش، ايضا ساعدناهم بعلاج، ساعدناهم بقوت يومي. ان شاء الله نتمنى للمتبرعين الخير والبركه والصحه والعافيه والشفاء العاجل لكم ان شاء الله، وإن شاء الله طبعا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يشافي كل مريض، وإن شاء الله يرزق كل من يعمل عمل خير. أعزائي المشاهدين، برنامج القلوب الرحيمة دائما يسعى أن يقدم الأكثر والأكثر، لكن يأتي هذا كله بفضل جهودكم الطيبة، بجهودكم الخيرة من أجل التواصل معنا
من أجل إنقاذ هذه الشريحة التعبانة وخاصة الأمراض السرطانية والمعاقين والمرضى. إن شاء الله الله يدفع عنكم البلاء إن شاء الله والوباء. الأرقام اللي راح تظهر على الشاشة فقط مخصصة للتبرعات، اللي يحب يتبرع أو يساهم في هذا البرنامج ما عليه إلا أن يتصل على الأرقام، وإن شاء الله نكون سعداء من الناس الطيبة اللي دائما يوقفون ويانا ويساعدون المريض والفقير والمحتاج. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان الله. قلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية 00964781001912 أو على الرقم التالي 00964770566646 أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي 00964780005. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة.